الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد أن أصوم أكثر شعبان عملا بالسنة، فهل يجوز أن أصوم مع هذه الأكثرية آخر يومين من شعبان؟ وماذا عن النهي عن صيام شعبان بعد انتصافه؟ الحمد لله، الاستكثار من الصوم في شعبان من أوله من جملة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فقد قالت رضي الله تعالى عنها: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صوما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالسنة هي الاستكثار من الصوم في شعبان، فإذا ابتدأ الإنسان الصوم في شعبان من أوله فالسنة له أن يستكثر من صيامه، لا حرج عليه في ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا في حق من لم يبتدئ الصوم من أوله، من لم يبتدئ الصوم من أوله فإذا انتصف فنقول له: أنت أهملت في صومه من أول، فحينئذ لا تصم فيما بقي، سدا لذريعة اختلاط ما ليس بواجب بما هو بواجب بما هو واجب. وكذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالحديث واضح، وهي أن الإنسان لا يجوز له قبل مجيء رمضان بيوم أو يومين أن يبدأ الصيام، حتى وإن كان صيامه وافق آخر شعبان، لكن سداً لذريعة اختلاط العبادة بما ليس منها حرم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان بهذا اليوم أو اليومين. والمتقرر في قواعد الشريعة أنه لا يجوز خلط العبادة بما ليس منها لا في ابتدائها ولا في انتهائها. ولذلك لو تأملت في عبادة الصوم لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط للصوم باحتياطين: الاحتياط الأول احتاط له بالنهي عن الصوم عند انتصاف شعبان لمن لم يبدأ بصوم شعبان من أوله ولم يستكثر من الصيام فيه من ابتدائه، فإذا انتصف شعبان فلا يصوم. واحتاط له باحتياط آخر، وهو النهي عن صوم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب، وفي آخر رمضان حرم الله عز وجل صوم يوم العيد، فإذا العبادة التي هي الصوم في رمضان لا يجوز أن تبدأ بما ليس منها ولا أن تختم بما ليس منها من باب المحافظة على العبادة في ابتدائها وانتهائها. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، لأن اعتياد الإنسان أن يصوم دليل على أنه حتى ولو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو لعادة جرت سابقة، فهو لا يقصد بصيام هذه الأيام قبل رمضان أنها من باب الاحتياط لرمضان. فإذا كان صوم الإنسان عادة ووافق يوم صومه عادة قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصوم، لأن صيامه إنما لعادة جرت سابقة، فلا يقصد بها مجرد الاحتياط لرمضان، وهذا واضح. إذن عندنا ثلاثة أحاديث: الحديث الأول حديث استكثار صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، هذا دليل على أنه يبدأه من أوله، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا على تصحيح بعض أهل العلم له، وهو حديث حسن جيد إن شاء الله، محمول على من لم يبدأ الصوم من أول شعبان أو وعلى من لم تكن له عادة سابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين محمول على من ابتدأ الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولم تكن له عادة جارية، ولعل الأحاديث بذلك قد اتضح معناها وبان المقصود منها، والله أعلم.